عقد قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية وإدارة الأمان الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب عقدوا اجتماعا للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، قال في افتتاح الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي انعقدت بالرباط خلال شهر يونيو الماضي، والذي أكد ضرورة تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب. هذا الاجتماع مخصص لتدارس أعمال لجنة التميز الإعلامي العربي، طبعا في إطار تنفيذ قرار الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي كان قد وجه بإثراء النظام الأساسي لهذه الجائزة بما يجعلها أكثر إشاعا وتأثيرا وتميزا وإلهاما للجسم الإعلامي العربي. وبالتالي فالهدف الأساسي هو مراجعة النظام لهذه الجائزة بإدخال فئات جديدة بما في ذلك مثلا العمل الوكالي، وكذلك مراعاة التنوع المجتمعي، وبصفة خاصة الاهتمام بقضايا النساء والشباب والقضايا الشمولية التي تهم منطقتنا العربية. هذه الجائزة هي من أهم أهدافها تشجيع وتحفيز وسائل الإعلام والإعلاميين على ما قدموا وما سوف يقدمون في المستقبل لما في خدمة للمجتمع العربي والمتلقي العربي. في الدورة الثامنة ناقشت اللجنة مواضيع عديدة، أهمها تعديل بعض اللوائح والبنود لتطوير الجائزة.